السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين، كل شيء بخير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الامور مزيانه. اللي عنده الصباح صباح الخير، واللي عنده العشيه مساء النور. كيف عاملين؟ مزيانين، كل شيء بخير. توحشكم بزاف، وكنتوحش انني نكون حاضره معكم. اليوم بغيت نبدا معكم فيديو من الصباح. اليوم جبرتو جات عندي الاخت ديالي سميره، وقلنا نمشيو نفطروا، وفي نفس الوقت جبرتوني غنديها معايا للمحل، حيتاش عندي اليوم واحد الكوموند خارجه، وفي نفس الوقت خصني ضروري نشري بعض الحاجات باش نصيفطهم لموالينهم. نتوما عارفين بعض الكليان كيكونوا كيخدموا عندي كيبغيو مثلا بحال منظمه، بحال الحلاقات، بحال بعض الاكسسوار هيدا. وصافي، هي هذيك كنمشي كنشري لهم الحاجات اللي خصهم، وغنديكم معايا حيتاش قريب للمحل ديالي. داك المحل اصلا ديال الصديق ديال محمد، من عنده كنشري وكل شيء. وهنايا كيف لاحظتوا كنفطر في قهوه ديال مكسيكو، حتى هي قريبه للمحل ديالي. واللي كيعجبني فيها هو ان كيكونوا فيها البنات اغلبيه هما اللي كيسربيو، هيدا كتجلس بحريه. واخا بعد النوبات كنجلس حتى بوحديتي، ما كاين حتى شي مشكله. هنا جبرتوني مشيت باش نشري المضمه والحلقات، هما اللي وصلتني عليهم طبيعه الحال مثل ابي الفيديو، واخترت الحاجات اللي خصها هي، ومن ثم ديتهم لها. ودات الحلقات ودات واحد المضمه، وفي نفس الوقت قلت نعمل لكم واحد الجوله هنايا باش تشوفوا هاد الاكسسوار اللي مدخلين. شوفوا هاد مضمات، هادو ديال النقره مشلين بالذهب، شي حاجه اللي رائعه بزاف، وشي حاجه مزيونه. نزيد لكم واحد الحاجه، شي حتى البلاكيور اللي عند هاد السيد هذا حتى هو مزيون، والصراحه ما كيكشفش وما كيوقع له حتى شي حاجه، يعني على ضمانتي. وعنده بزاف ديال الحاجات، وان شاء الله شي نهار غنعمل لكم هيدا شي دوره تما. ايوا صافي، وهنا جبرتوني اول حاجه اللي عملتها جيت للمحل. اللي بغيت نقول لكم هو اول حاجه ملي كندخل للمحل كيعجبني انني نحيد الحاجات ديال الكليان اللي خصهم يتسردوا. بحال اللي كنقول دائما، اذا مشى الصباح صافي مشات الخدمه، ما كيعجبنيش حتى العشيه عاد نبقى نعدل. كيعجبني الصباح نبقى نجمع الحاجات اللي خصها تصيفط، وهذه شنو خصها تعمل، باش كيكون المحل باقي ماشي عامر. وفي نفس الوقت الحويجات ديال الجمله، بالنسبه للناس اللي باغيين الحويجات ديال الجمله كنجمعهم لهم في الصباح باش كنصيفط لهم الحويجات ديالهم. اي حاجه، اي واحد بغى شي حاجه. ايوا صافي، كيعجبني انني نجيب يدي بعد النوبات باش كنتاكد 100% من البياسات. وعندك تنسى شي حاجه ولا ما تمشيش ولا شي حاجه، كيعجبني نتاكد على داكشي. كنبقى نجي بكري بزاف د المرات. هنايا اللي بغيت نقول، اي وحده كتجي عندي المحل وكنتلقاها والله الا كنفرحني بزاف المجي ديالكم، وخصوصا الناس اللي كيكونوا مثلا كيتبعوني قديم، ولا كيكونوا قدروا انهم يعملوا شي حاجه في الحياه ديالهم. والله الا كنتمنى لكم التوفيق بزاف بزاف. هنايا اللي بغيت نقول لكم هو اي حاجه جمعتها ديال الكليان ولا صيفطتها، دائما كنصور داك الورقه ديال الامانه، وكنحاول انني نصيفطها في داك الساعه. علاش نصيفطها في داك الساعه؟ حيتاش بعد النوبات اذا تلهيت ممكن ان داك الورقه تتلف ولا شي حاجه، ويزقوا ما يديوها لا شي. على داكشي كنحاول بما امكن ان اي حاجه جمعتها كنصورها في داك الساعه، وخصوصا ملي كيكون الضغط وكتكون كميه كبيره. وبالنسبه للحويجات اللي كنجمعهم بلا بلاستيكه ديال الامانه، مثلا بحال هادو اللي جمعتهم هنايا في هاد القفيفه، هادو كيكونوا غيمشيو للفيديكس، يعني حتى كيمشيو للفيديكس عاد كيراقبوهم ويشوفوهم. حيتاش الحويجات ديال على برا دائما ما يمكنش يتغلفهم، ضروري ما كيفتحوهم ويتاكدوا. داخل المغرب ما كيفتحوهمش في امانه، كيف ما ديتيها له كيصيفطوها، لكن خارج المغرب ضروري ما كيتاكدوا. اذا ما كنغلفه ما حتى شي حاجه، وعاد ما كيقبلوش زعما تدي شي كرتونه ولا شي حاجه، حيتاش كتزاد غير في الوزن وصافي. وخصوصا اذا كنتوا غتصيفطوهم عبر الشركه ديال فيديكس ولا شي حاجه، يعني كنصيحه حاولوا انكم ما تعملوش الكرتونه، حيتاش غيتزاد عليكم واحد الكيلو، يعني واحد 200 درهم ولا 300 درهم على داك السبه ديال الكرتونه اللي عملتي. وهنايا هاد الحزومه كانوا يلا وجدوا، ودابا ساليت الشغل ديالي عفوا، وغنمشي للدار باش نطيب الغدا.
بالنسبه للغدا اللي غنعمل هذا النهار، هذا غنعمل الغدا خفيف، علاش؟ حيت الاخت ديالي من جات جابت بنا وكاين حتى عمر، اذا غنعمل الغدا اللي كيبغيوها العيال الصغار اللي هي همبرغر. وبطبيعه الحال باش تقدر توجد الغدا ديالك بسيط ويجيك ساهل ودغيا يوجد لك، خصك ضروري يكون عندك يعني في بالك شنو غتعمل، يعني كتمشي باش تطبق وصافي. دابا هنايا في الصباح قبل ما نخرج جبت كفته وجبت الحاجات اللي خصهم يتعملوا، مين مشيت ديريكت باش نعدلهم ورافقتهم بطبيعه الحال بشويش ديال الشلاضه. لكن مين غنسالي الغدا ضروري غنرجع في العشيه، حيت اش عامله اليوم مع العريضه باش نصور شي جليبات، وديك الساعه هانتوما معايا باش تشوفوا جليبات، واي واحد بغى شي حاجه مرحبا. وانا رجعت معكم ومع الجديد، مع جليبات جدادين وموديلات مزيونين واثمنه خياليه. شا نقولكم اثمنه اللي مزيونه بزاف، انا ما كنقولش الاثمنه، علاش؟ حيت كاينين الناس اللي الله يحسن العوان كل واحد والمقدره ديالو وكل واحد وكيفاش كيبيع، ميمكنش انا نجي نقول الاثمنه قدام العالم كيتفرج فيا، وهما كاينين الناس اللي كيعاودوا فيهم البيع كل واحد ومش حكي يطلب. اذا بالنسبه للي وحده، اي وحده عفوا باغيه تعرف الثمن، تدخل تواصل معايا في هذا الرقم. بالنسبه لهاد الجليبات اللي شاركتهم معكم هذا النهار، كاينين ديال التنبت وكاينين ديال الطرز. بالنسبه للناس اللي كيسقسيوني على الزواق ديال المعلم، حاليا ما بقاش يتسالى، لكن قريبا غندخل الزواق ديال المعلم بالنسبه للناس اللي باغيينه للعيد، غيكون عندي ان شاء الله وغيكونوا عندي اللوينات. حيت تبارك الله التشكيله اللي كنت شاركت معكم مره اخرى تباعت كامله، وكاينين شي وحدين كاع ما صورتهم وتباعوا ما بقاوش عليها. ودابا بغيت نشارك معكم هاد الموديلات هادو، وكاينين حتى الالوان، واي واحد بغى شي حاجه انا غير يدخل عندي دابا غنجاوبو، حيتاش اليوم شبره التليفون في يدي، قلت اي واحد يدخل عندي غنجاوبو في ديك الساعه. وتان بالنسبه للناس ديال الجمله، اي واحد بغى شي موديل من هاد الموديلات ولا اللوينات مرحبا بكم، وان شاء الله هاد السيمانه هادي غندخل لكم حتى اللباسي والقفاطن. عاوتاني اذا بغى شي واحد شي حاجه عاود مرحبا به، والاثمنه بطبيعه الحال غيكونوا مزيونه واللي كتناسب الجميع. ونزيد لكم واحد الحاجه اخرى، حتى اذا كانت شي وحده باغيه تدي مثلا شي جلابه بشي ثمن معين تقولها لي، ما تعرف يكون عندي شي جلابه بشي ثمن اللي هو مناسب لاي وحده، يعني ما تحشموش مني، حسبوني اختكم ولا انا راه نتوما عندي عزيزين، ما عرفتش واش نتوما كاملين عندكم انا عزيزه. الحق انا متاكده واحد النسبه كبيره عندها انا عزيزه، والحمد لله. وهذا واحد الحاجه اللي هي مزيونه بزاف، واحد بحال كنز
هذا كنعتبره والله العظيم الا معزه ديالكم كتدخل لي في القلب، ومي كنتلاقى شي وحده فيكم كنفرح بزاف وكنحس براسي عندي عزيزه لدرجه انني كنحشم ندرعها ونقول لا عندي عزيزه نتينا. والله والله لي خطيكم عليا وشكرا بزاف مره اخرى. ودابا نخليكم تكملوا الفيديو وفرجه ممتعه. يا الله جاتك تتحمق، جاتك واعرة بزاف وتهمم وعطي الشوفة يشوفك الواحد يفرح. الله بديتي مأدبة مزيونة. كنخدم قالت في أمايا.
قتلنا في امايا سبحان الله قتل امايا وكان جات من تفاهم ودات قطع الواحد طريق الخبز وربيها زعما خدها.